من قمم الجبال. رويت قصص لا تنتهي تحكي كرم أرضها. هنا تمتد أغصان البن متمسكة بإرث عتيق تتناقله الأجيال على مدى السنين. أرابيكا من موطنها الأصلي نقدمها اليوم بأيدينا وتقاليدنا ورؤيتنا من جازان. نقدم لكم قصة قهوتنا الفاخرة من الشركة السعودية للقهوة. دام جبتها ذوق المختصة إن شاء الله. إيه اليوم صحيتي أمس. إي والله والله كنت عبسان. أبشر بسعد. هلا هلا فيصل ضيفي. دقيقة بس واحدة تجيك إن شاء الله. أرحب. ترى العربية والمختصة. طبعا مع أنها مختصة ترى العربية لكن في المقطرة الأصح لها. واحنا قاعدين ننافس السوق بمنتج سعودي من درجة عالية وصل 90. هذا بفضل الله. طيب الخولاني. نعم. هل هو نوع ولا يتبع أنواع؟ الخولاني هو مسمى قبلي موجود للقبيلة اللي اهتمت به، لكن هو الآن أرابيكا والنوع التبيكا والموجود والبربون والفصائل اللي اندرجت تحته. طبعا هو في جبال جازان أو في الجنوب كامل من أجود أنواع البن، لكن يفرق في الارتفاع عن سطح البحر من 1100 إلى 2200، يفرق في الجودة. كيف يجود؟ إيه؟ طيب أخوي هذه الآن أنواع صح؟ هذا نعم يسمى اسم. طبعا هذا القشر اللي هو هذا الخارجية. هذه الحبة الخارجية. هذا القشر. القشر. يستخدمون بعضهم قهوة. يستخدمون قهوة مع في قهوة ثانية اسمها الطحة اللي هو البراشيم الداخلي الأصفر. حلو. اللي داخل الحبة. يخلط مع بعض يصير مرتوم غير القهوة الصافية اللي موجودة. اللي هذا المرتومة. هذا. فيها قشر طحة وصافي. أربعة. ثلاثة أنواع تخلط تصير مشروب رابع. حلو. بالإضافة في ناس ترى تشرب الزهر. زهر البن اللي موجود. زهر. إيه. تحمسه حمسة خفيفة. فهذه المشروبات ما زالت موجودة في الجنوب وفي بيت عن بيت تفرق. بالإضافة إلى البهار اللي موجود على القهوة. يعني كثير من الناس يسأل يقول أهل الجنوب ليش يشربون بالزنجبيل؟ الارتفاع والبرودة. والقهوة كانت تعتبر علاج يعني إلى فترة قريبة. حتى الآن أنت تقول. هل الهيل كان يستخدم قديما؟ الهيل ما نعرف تاريخه، لكن هو كان إضافة متأخرة. يعني هل تميز فيها النجد مثلا قديما؟ شوف نقل البضائع البضائع يعني مثلا البحر. نعم.
يقولون المنكهات اللي موجودة، لكن في الطبيعة العطرية أنت تخيل يستخدمون نباتات عطرية مختلفة غير غير الهين. يعني أنا أقول لك في القهوة المعالجة اللي هنا حمضية الشاط اللي هو الزعتر البردي. طيب هذا الآن يقول لك هواء الأول لما حمصة يطلع منها زيت. زيت هذه المادة الدهنية، أنت لو تتكلم علميا عن المواد هل تتميز فيها العربية ولا أي قهوة؟ لا حسب الحمصة، لا تتميز فيها العربية تتميز فيه، خاصة إذا كان الحماص جيد تطلع الطبق المادة الدهنية حتى في القهوة العربية لخفة حمصها، لكن إذا اتزن الحمص يطلع معك الزيوت اللي. طيب كل واحدة الآن تسمى اسم، هذا اسم، هذا اسم، هذا اسم، هذا اسم، هذا 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 يقولون كثير من الناس يقولون له طبعا علميا وهو أحمر يسمى كرز البن. كرز البن. بعدين يصير بني. إذا 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 قشر يسمى القشر. القشر. الحبة الداخلية اسمها قشاط القلف وتسمى الطحة. هذه الحبة هذه الصافي أو الصرف. الصرف. أيوة الصرف. أيوة. تخلط مع بعض يعني تحمس، هذه تخلط مع بعض تسمى المردومة. المردومة. وبعضهم لا يستخدم هذا ويصير كذا. بيض الله وجهك الله يطول. الآن أنت قاعد تسوي حركات. قهوة مختصة. ما شاء الله. لأن الناس. سام انت وين واقف؟ ابشر مساعدك. ما نسوي نقدم، ودنا نرضي الجميع، ما ودنا احد يجي هلا وغلا. من الريث. الريث. نعم محاوله الريث منطقه جازان، هي 6 محافظات جبليه، اللي سمعت بوادي لجن، انا مزرعتي هذه صف في وادي لجن. طبعا تراه ما شاء الله عليه، الله يطول عمره ويبارك فيه. هل يبقى لك طبيب والدنيا الفرقانيه؟ لا، منطقه حاره تحت تهامه على الساحل الى امتداد الجزر البحريه. قريبة من الاسبريسو صح؟ هو طبعا هي أداة قهوة، أما التحميص ممكن يكون نوع، ترى في ناس منهم جدي علي رحمة الله يحمصها لين تصير سوداء على حسب، في ناس لا تحمصها، الوالد ما يشرب السوداء لأنه متعود على الصفر، يقولون لها صفرة أو شقرة على حسب شجرة. يعني إذا وصلت الشقرة هذا حمصتها قوية، لأنه البن متوفر عندهم يتقهوا منه شيء قليل. يعني على حسب الحمصة، مثلا أنا تقهوى قليل لكن البن متوفر فما أحمص الحمصة زيادة، اللي ما عنده كمية بن يحمص حمصة زيادة عشان تحل هذا. هنا هو قاعد يزين القهوة للناس من جاه ضيقه ما شاء الله عليه، من هذا الجهة ما يحتاج، حتى لو تروح لها من الديار هناك أو يصير كرم وطيب. بارك الله فيك. حياك من فيفا. الريف قريب من فيفا، كلها محافظات جبلية تابعة لمنطقة الشام. يطلع من السعر. هذه مقطرة الحين. هذه المقطرة. طبعا ترى شيباننا وشيبانكم وشيبان الجميع، اللي صبها من الدلة في الدلة الثانية في الثالثة حتى تملك بدلة، كله عشان تصفية. ايه كم الكيلو يطيب؟ والله على حسب. شو اللي حسب؟ هو كم الكيلو؟ اخبر 300 وانت رايح، 300 وانت طالب. كيلو هذا الربع صح. الحين يبيعون يسوون تقطير نفسه صح؟ مثل ذا رتب علي جملين تعرف. الله يسعدكم. انا قاعد اسوي عربي واسوي هيك اسمه خف الجمل، يسوي كله تقطير. تقطير الحين فتحوا محل ثاني. انا ما همني التقطير، همني
القهوة طعم جودة الآن. الآن كوستا في بريطانيا يبحثون عن نوع القهوة، نوع القهوة باختيار ليه؟ لأنها نكهة تمام، ولا وأيضا الحماس يختلف سبحان الله بالضبط تمام. الثنتين دي إذا اجتمعت والكيف عاد تجي انت تعبان مره. هي ثلاثة، لا بس هي ثلاثة ترى. هي ثلاث اشياء في عملية القهوة. ثلاث اشياء. نوع القهوة، اسلوب التحميص، واسلوب الاعداد اللي يقول لك من دلل. اسلوب الاعداد ولا شيء. النفس. النفس. هو يسميه النفس. أنا انطيتك إياها مختصر الثلاث أشياء. من العراق؟ يس. والنعم ما عليك زود. هلي هلي. والنعم. ها؟ اسمك؟ لا عبيد العوني أنا. العوني. عندكم العوني بالعراق؟ والنعم والنعم والنعم. أهل الكيمياء. ثانك كان. والعلماء. كان. وما زال إن شاء الله. تفضل تفضل. تسلم حبيبي. أبشر مساعد. حياك. عليها إضافات. تسلم. عليها إضافات. هي عليها إضافات. فيها قرنفل، فيها قهوه الجنوب. ايه راحتها مره خيال. طيب قهوه فرشيه انبرد ما عندكم اللي يحطونه صح؟ واحد من الشباب ما على كبدي يا ابوي الاولين ما يدقونها، ما يدقونها عندنا هنا الا لازم نحطها بالمبرد. هذه على كم بعد ما يحطها بالمبرد يلا يدقها. قلنا ليك عشان ما تعرف. بالضبط. اي والله شلونكم يا اخي؟ الاسلوب هو يقول لك النفس، هذا النفس الحليب يستعمله حتى ما يطبخ في الوصفه. عبت النفس. وصفه الطبخ. ايه عبت النفس. كم الاسعار عند النفس؟ هي يا سلام. انا بعضهم يقول يا اخي القهوه التركيه، قال واحد هذه اصلا قهوه عربيه نقلوها الى الاتراك. هي عربيه اصلا الاتراك. الاتراك 99% ما يشربون القهوه، يشربون الشاي لمعلوماتك. بس في تركيا الان تحولت الايه، في بريطانيا كانوا يشربون الشاي الحين قهوه. الان سبحان الله صار العالم كله صارت هي والكاكاو وشو ايضا فيه واحده نبته ثالثه تعتبر من اقتصاد العالم يسمى الذهب الاخضر. هذا يسموه تسويق غسل الادمغه. بريطانيا. بريطانيا والله انها تغسل دماغنا. ثانك يو. نعم. اكبر بلد سارق في العالم، حراميه كلهم يسرقوا الشاي من الصين وياخذوه على كذا. بس البلد الذكي بالعالم اسمه. واقول من له حيله فليحتال. صح؟ انتهى الموضوع. يعطيكم العافية. يا هلا يا هلا. وهذه مختصة الحين ها؟ نعم. تسلم غير اللي قبل؟ اي غير اللي قبل، هذه المركزة. تمام. رجع قبل. جميل. ما شاء الله. هذا كاس مستخدم ولا لا؟ لا لا مو مستخدم، هذه فرجين جديد. اوفر. لكم كاس يا ابو جابر. طيب يستفاد من هذا الباقي يا ابو مثل هذا مستوى التسميد شيء المفروض هذا يصير 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 سماد. اهلا وسهلا فيها شلونك؟ كيف الحال؟ انا من اليوم اسلم عليك شلون طال عمرك؟ يلا حي الله يحييك. شلونك؟ شلونك؟ يلا حي.